السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السنة الخامسة ابتدائي إن شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم أعزائي التلاميذ جبت لكم وضعية إدماجية يعني هذه الوضعية أه طلبتها من, من عندي أحد المتابعات قالت لي ديرينا على الشجرة لاربغ قبل ما نبدا هاد لا اعزائي تنامي ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم واللي اول مره يدخل القناه ما يساش يضغط على زر الاشتراك اللي راهي موجوده جوست اسفل لا فيديو ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد هيا نبدا مع بعض برودكسيون اكريت وضعيه ادماجيه لاربر لاربر هو ان اتر فيفون يل سو نوري ريسبير اي Est très utile. Elle dégage de l'oxygène que nous respirons. Respirons à fond. Il nous donne des fruits. Grâce à l'arbre, le menuisier fabrique des meubles en bois. En été, il nous protège du soleil. C'est pourquoi il faut l'aimer et le respecter. Alors, non, ريسبير تتنفس اي سو ديفلوب كوم نو معناتها تنمو كيما حنا لا غبر اي الشجره بزاف مهمه اي ديغاج دو لوكسيجين كو ري... نو ريسبيرون الاكسجين اللي راه فيه اي دون دي فروي لنا الفواكه غراس على الغبر بفضل الشجره النجار لو مينويزي فابريك دي موبل اون بوا يقدر يصنع اثاث من الحطب On était fait safe. Il nous protège du soleil. C'est pourquoi il faut l'aimer et le respecter. L'arbre. L'arbre est un être vivant. Il se nourrit, respire et se développe comme nous. L'arbre est très utile. Il dégage de l'oxygène que nous respirons. Il nous donne des fruits. Grâce à l'arbre, le menuisier fabrique des meubles en bois. En été, il nous, il nous protège du soleil. C'est pourquoi il faut l'aimer et le respecter. Donc, باش نقدر نشق و تاني نصف فيها شيء دوكا عايزين التلاميذ الخطوه اللي لكم دوكا وما باش توصفوا شيء معين يعني شيء في الطبيعه اي حال اي شيء يعني يقول لكم وصفوه وصفوه تو كان بديت لكم من قبل الخطوات اللي تمشيو عليهم باش تنشئوا وضعية, على يعني وضعيه ادماجيه عن المهن يعني مهن المستقبل ومديت لكم خطوات خطوات اللي تمشيو عليهم باش تقدروا تنشئوا وضعيه ادماجيه عن سفر او عن رحله معينه دونك انا هاد الخطوات اللي حنا لكم باش تقدروا توصفوا الشيء يقدر يكون طبيعي يقدر يكون اصطناعي اي شيء اللي بدولك لي سونسيال اللي يقولك لك ولا يقولك لك بريزونتي كلكو شوز على بريزونتي لا لا فور لا مير اي عفسا لي يقولك يقول لك ولا ديكري معناتها اوصف دونك اعزائي التلاميذ الخطوه الاولى اللي تبعتها باش نشات هذه الوضعيه هي عرفتك الشيء من دون الاربر هو اي تن تص ريفيفون يل سونوغي ريسبير ريسبير اي هذه هي التعريف الوحيد للشجره هي كائن حي تتغذى تتنفس وتنمو كما حنا برسك حنا حنا كائنات حيه الحيوانات كائنا حية نبتتن كائنات حيه النباتات كائنات حيه جا كيف كيف دونك هذه هي الخطوه الاولى الخطوه الاولى قلنا تعريف ديفينيسيون يعني عرفنا داك الشيء الخطوه الثانيه اعزائي التلاميذ الخطوه الثانيه اعزائي التلاميذ انكم تقولوا تذكروا داك الشيء ولا عنده اهميه في حياتنا ولا لا لا ولا ما عندوش ما تذكروش اي حاجه بصح ولا عنده قولوا كيما الشجره مهمه في حياتنا بصح هي تمدنا اكسجين هي تمدنا فواكه وهي اللي نقطع نجيبو الحطب منها ونصنع بهم آدات اكسيتيرا دونك هي مهمه بزاف في حياتنا نقولوا لا ربا ولا امبورطون ولا يعني لانق اوتيل ولا امبورطون يعني اي اس مهم في حياتنا في الخطوه الثالثه نذكروا وش دير هذيك الحاجه زعما ولا كانت عفسه أه ما تفيدنا بو ما تفيدنا بوالو ما نذكروش ولا كانت عفسه تفيدنا نذكروا كاع الفوائد تاعها كما هنا لاغ واش قلت لكم دون دي grâce à l'arbre، le menuisier fabrique des meubles en bois. et en été il nous protège du soleil. كيف الخطوة الثالثة أنكم تقولوا وش دير ولا حاجة كشغل داك الشيء اللي تحتو صفوه. يحتوي على. أنتم ما قولوا واش يحتوي. يعني على حسب أنتم دوك تكون عندكم. كيفاش الشيء. ولا عندو دور يدير يعني فيه فوائد ولا ما عندوش تذكروا بركوش يحتوي يعني مليح ماشي مليح انتو نتوما دوك هاد على داك الشيء مي انا في لاغبو قلنا ذكرت الفو الفوائد في, في كاين ثلاث خطوات في عندكم خطوه آه واحده في خطوه عفوا في المقدمه خطوه واحده في العرض وخطوه تانية واحده في الخاتمه في المقدمه قلنا تقولوا تعرفوا الشيء هذاك وتقولوا لا مهم ولا ماشي مهم ولا ماشي مهم ما تعادلوش تكتبوا والو في العرض عندكم اه تكتبوا الفوائد تاوعو يعني واش يديرنا لنا وشنو هو علاش مهم في حياتنا اي والله قولوا علاش مهم كي يكون حاجه مهمه نقولوا علاش مهم واش واش مش مهم ما تكونش ما كاش وذكروا يوصفوه يعني بشكل سطحي يعني ما تعمقوش وصفوا برك كيفاش داير يعني لو كان تكون عفسه سامبل في الاخر انا واش قلت لكم سي بوكو الفوليم اي لو ريسبكتي تمدوا عباره هكا شويه تكون تكونوا عرفتوا هكذا درنا من قبل عيد شغل العبارات هكا تخدموا بهم نوضيا تاعكم زعما ولا كان شيء هكا تقدروا توصفوه سطحيا قولوا ما تذكروش الخاتمه ما ما عندكمش يعني ماشي بزاف تذكروها مي كي زعما حاجه عند مهمه تقول بلي لا غاب اي امبورطون بور في الشجره بزاف مهمه في حياتنا وانا واش قلت تقول سي بوكو الفو لي مي لي ريسبكتي لي هذا السبب ولي هذه الاسباب لازم نحبوها ونحترموها ولا لازم يلفو لو بروتيجي لازم نحموها فهمتوا دونك هادو هما الخطوات اللي نتبعوهم باش ننشئوا وضعيه ادماجيه نوصفو فيها شيء معين قلت لكم كي يكون زعما شيء عنده اهميه في المجتمع أه ماشي في المجتمع يعني في حياتنا ونحتفل في المجتمع ما تكونش عنده اهميه قلت لكم واش ديروا نعاود يعني لكم هاد الوضعيه اللي غنيا فوا يعني دوسمون باش تفهموا بارفو البرونساسيون دي مو لاربر لاربر هو un il se nourrit, respire et se développe comme nous. L'arbre est très utile. Il dégage de l'oxygène que nous respirons. Il nous donne des fruits. Grâce à l'arbre, le menuisier fabrique des meubles en bois en été

نقولوا ان أه، اعزائي التلاميذ كانت هذه هي الخطوات لازم تبعوهم باش أه، تنسوا راه اذا جي توصفوا شيء معين صرات كنوا تبعتوا معايا مليح مليح وفهمتوا أه، ولا عجبتكم الفيديو اعزائي التلاميذ ما تنسوش تدعموني بعتاباتكم واللي يعني اول مره يدخل لقناتي ما ينساش تضغط على زر الاشتراك الزر الاحمر اللي هو موجود اسفل الفيديو بالفعل زر الجرس يعني باش يوصلوا كل جديد نبارطاجي هذا الفيديو وهذا يعني فضلا وليس امرا وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع ونقول لكم توجو ركزوا 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 ما تخافوش شرطو ما تخافوش أه ديروا في بالكم بلي راكم رايحين تجيبوا ان بون نوت والله راح تجيبوا ما قلتوا في راسكم راح تجيبوا ان بون نوت جيبوها دونك ان شاء الله تكونوا معايا خطوه بخطوه نتلاقاو ان في عدد جديد ومع السلامه